الجميع ظاهر عنده الآن. حد مو ظاهر عنده؟ سعد. واضح عندي، واضح طيب ممتاز واضح. شباب، ممتازين شباب، انتبهوا للمايكات لو سمحتوا، طفوا لي اياها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. درسنا اليوم يا شباب خطة حل المسألة، كيف أحل المسألة عكسيا. والصفحة 189، وللمرة الأخيرة أنبه ما حد يتأخر. عبد الرحمن، ما حد السلام يتأخر عليكم يا يجبرني أطلع أستاذ. من، هلا خميس، هلا خميس، لا تتأخر تجبرني أطلع من الدرس وأرجع عشان أدخلك. طيب طلال، طلال قحطاني، هلا يا أستاذ، طلال، هلا. طلال، ما هي أول خطوة من خطوات حل المسألة؟ أفهم. أفهم، أحسنت. راشد، ما هي الخطوة الثانية يا راشد؟ خطط. أخطط. ريان، الخطوة الثالثة؟ ريان، يبدو أن ريان ما يسمعني. فيصل السبيعي، الخطوة الثالثة؟ أنا أسمع أستاذ، ريان، أنا ريان، شو الخطوة الثالثة؟ إيش؟ الخطوة الثالثة من خطوات حل المسألة إيش هي؟ حل حل. وفيصل السبيعي، الخطوة الأخيرة إيش هي؟ فيصل السبيعي، فيصل. طيب محمد زاهر، محمد الشهري، الخطوة الخطوة الأخيرة الأخيرة من خطوات حل. نعم تحقق تحقق، التحقق. أحسنت. طيب إذا اليوم درسنا هو عن خطة حل المسألة، كيف أحل عكسيا. وهذا الدرس مهم جدا، إحنا ما أخذناه لأنه كنا ناخذ دروس على بال أنه نخلص من بدري قبل الاختبارات. الآن الوقت اللي تبقى معنا ناخذ فيه خطط حل المسألة وناخذ فيه مراجعات. فدرسنا اليوم حيكون إن شاء الله صفحة 189، خطة حل المسألة. وفكرة الدرس مثل ما قلت لكم إني أحل المسألة عكسيا. طيب كيف أحل المسألة عكسيا؟ هذا ما سنلاحظه الآن من خلال الشرح. زياد الغامدي، أيوة، يلا يا زياد اقرأ ما هو موجود عندك على الشاشة، يعود رائد إلى أو البيت، اقرأ أو من الكتاب عادي. يعود رائد من إلى البيت من مدرسته، فيتناول وجبة سريعة خلال 15 دقيقة، ويقضي بعد ذلك ساعة واحدة في حل واجباته، ثم يذهب للتمرين الرياضي الذي يستغرق في الوصول إلى مكانه 15 دقيقة. فإذا علمت، علمت فإذا علمت فإذا علمت ضروري نهتم باللغة العربية. أنه يصل إليه الخامسة مساء، ففي أي ساعة يعود فيها رائد إلى البيت من المدرسة؟ طيب إذن الآن رائد، يعود رائد إلى البيت من مدرسته، فيتناول وجبة سريعة خلال 15 دقيقة، ويقضي بعد ذلك ساعة واحدة في حل واجباته، ثم يذهب للتمرين الرياضي الذي يستغرق في الوصول إلى مكانه 15 دقيقة. فإذا علمت أنه يصل إليه الساعة الخامسة، ففي أي ساعة يعود فيها رائد إلى البيت؟ هنا لازم أفهم المسألة. إذا يأكل رائد في 15 دقيقة، يحل واجباته في ساعة واحدة، يستغرق الوصول إلى مكان التدريب 15 دقيقة ليصل الساعة 5 مساء. طيب هلا أستاذ منصور، إذا المطلوب مني الآن هو إيجاد الوقت الذي يصل فيه رائد إلى البيت عند عودته من المدرسة. إيجاد الوقت الذي يستغرقه رائد. كيف نخطط؟ نحل بالطريقة العكسية. الطريقة العكسية تعني أنني أبدأ من نهاية الوصول الساعة الخامسة ثم أرجع رجوع، صح؟
احنا قلنا انه يتناول وجبة الغداء ب 15 دقيقة، يقضي بعد ذلك ساعة واحدة في حل الواجبات، ثم يذهب للتمرين الرياضي يستغرق الوصول 15 دقيقة. إذا علمت أنه يصل إلى مكان التمرين الساعة 5، ففي أي ساعة يعود إلى البيت من المدرسة؟ إذا إحنا بدنا نبدأ من عند وصوله الساعة 5، ثم نرجع ونشوف أي ساعة يكون في البيت. إذا أبدأ بالنتيجة النهائية، ثم حل عكسيا خطوة تلو الأخرى. يعني الحل العكسي إني أبدأ من عند الساعة 5 وصوله، إذا هو الساعة 5 يصل. لو أخذنا من الساعة 5 15 دقيقة، تصير الساعة 4:45 دقيقة. إذا الساعة 4:45 دقيقة يكون قد انطلق من البيت، يعني أنهى واجباته. طيب نيجي على وقت التمرين، الساعة 3:45 دقيقة، لو أخذنا منها ساعة كاملة وهو وقت ماذا؟ وقت الواجبات، قضاء في الواجبات، تكون الساعة 3:45 دقيقة. إذن الساعة 3:45 دقيقة هي الساعة التي بدأ فيها حل الواجبات. ثم بدأ حل الواجبات 3:45، ثم قبلها بربع ساعة كان إيش؟ قد قضى وقت في الأكل. إذن الساعة 3:30 يكون قد وصل البيت. إذن يكون وصل البيت الساعة 3:30. خلينا نتحقق. إذن 15 دقيقة في الطعام وساعة أكل، 15 دقيقة للوصول إلى التدريب، هي ساعة و30 دقيقة. الساعة و30 دقيقة لو أضفناها إلى وقت وصول البيت حتكون الساعة عندي 5. إذن هو وصل البيت. خلينا الآن نحلل الخطة ونرجع للمسألة مرة أخرى. ركزوا معي، فسر لماذا تم طرح 15 دقيقة من 5 مساء في الخطوة الأولى في حل المسألة. الساعة 5 هي الساعة التي يصل فيها إلى مكان التمرين، ولكي نعرف متى ذهب إليه نقوم بطرح وقت الوصول من المدة المستغرقة في الوصول، وهي 15 دقيقة، ليصبح عندي الساعة 4:45 دقيقة. طيب ما معطيات المسألة؟ نرجع للمعطيات مرة أخرى. هو يأكل في 15 دقيقة، يحل واجباته في ساعة واحدة، يستغرق الوصول إلى مكان التدريب 15 دقيقة. طيب ماذا نفهم؟ المطلوب إيجاد الوقت الذي يصل فيه رائد إلى البيت عند عودته من المدرسة. الآن نرجع مرة ثانية لطريقة الحل العكسي. نبدأ بالنتيجة النهائية. لو افترضنا أنه وصل التدريب الساعة 4:30، لو افترضنا أنه ما وصل الساعة 5، يعني نفس السؤال اللي هو في صفحة 190، سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 صفحة 190 يقول لي إذا وصل مو 5، وصل الساعة 4:30، تقدر يا بطل ترجع عكسي بنفس الطريقة وتبين لي أي ساعة وصل البيت؟ نشوف. هو وصل التمرين الساعة 4:30، استغرق 15 دقيقة، إذا الساعة 4:15 دقيقة طلع من البيت، هذا وقت بدأ تمرينه. الوقت المستغرق 15 دقيقة و 4:15 مساء يكون قد انطلق من البيت. ثم نحذف ساعة كاملة، نحذف ساعة كاملة اللي هي الزمن المستغرق في أداء الواجبات، حيكون الساعة 3:15 بدأ في حل الواجبات. طيب وقبل ما يحل واجباته تناول طعام الغداء في 15 دقيقة، أيضا نحذف ال 15 دقيقة من وقت بداية حل التمارين، حتكون الساعة 3 مساء. إذا هو وصل البيت الساعة 3 مساء. إذا وصل التدريب الساعة 5، يكون
الساعة 3:30 بدأ وصل البيت. وإن بدأ التمرين الساعة 4:30 يكون الساعة 3 وقت وصوله البيت. إذا الوقت المستغرق كاملا هو 15 دقيقة في تناول الطعام، ساعة كاملة في حل الواجبات، 15 دقيقة للوصول إلى التمرين، المجموع ساعة ونص. ساعة ونص لو أضفناها إلى الساعة 3 عند وصوله تكون الساعة 4:30. ولو وصل البيت الساعة 3:30 مع ساعة ونص حيكون التمرين الساعة 5. طيب نرجع مرة أخرى مرة ثالثة إلى التمرين ونستعمل حقيقة الجمع. 15 دقيقة تناول الطعام زائد ساعة واحدة في حل الواجبات زائد 15 دقيقة في الوصول أو الزمن المستغرق للوصول إلى التمرين، يعني وقت انطلاقه من البيت إلى وصول إلى التمرين استغرق 15 دقيقة بالسيارة، إذا ساعة و30 دقيقة. إذا يعود إلى بيته عند الساعة 3، وبعد ساعة و30 دقيقة تكون الساعة 4:30 مساء. إذا إجابتي صحيحة. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث خليكم معاي بس أدخل زميلكم شاري. طيب الآن أتوقع الجميع فاتح صفحة 190، الجميع فاتح صفحة 190. سؤال رقم 3، نعم السؤال رقم 3 يقول: أي ساعة يصل فيها رائد إلى بيته عند عودته من المدرسة إذا كان حل واجباته يستغرق 45 دقيقة، مو ساعة كاملة؟ طبعا هو بدأ التمرين الساعة 4:30. ركز، 4:30 واختصرنا 15 دقيقة من حل الواجبات. إذا لما أختصر 15 دقيقة من حل الواجبات أستاذ أنا طلعت. حيكون الوقت المستغرق هو ليس ساعة ونصف، ساعة وربع. فلما أحذف ساعة وربع من 4:30 حتكون الساعة كم؟ خلينا نشوف. 3 وربع. إذا المعطيات 4. طيب اللي يقول 4 واللي يقول 3 وربع الآن حيجيكم الإجابة. إذا هو يأكل في 15 دقيقة، يحل واجباته في 45 دقيقة، يستغرق 15 دقيقة ليصل الساعة 5. لاحظ الساعة 5، نرجع للمسألة في بداية الدرس. إذا 15 زائد 45 60، يعني ساعة كاملة. و15 دقيقة حتكون ساعة و15 دقيقة. ساعة و15 دقيقة لما نشيلها من الساعة 5 كم حيطلع معاي يا خالد الشهري؟ نعم خالد الشهري الساعة 5 مساء شيل منها أو احذف منها ساعة وربع أو ساعة و15 دقيقة. راح تصير 3:45. 3:45 دقيقة، خلينا نشوف. كم باقي دقيقة؟ من اللي يسأل؟ أنا شايف ازاي؟ فيصل إذا مستعجل اطلع يا فيصل. لا يعني كم باقي دقيقة؟ باقي 10 دقائق. طيب إذا نبدأ بالنتيجة النهائية، 5 مساء ناقص 15 دقيقة هي 4:45. وقت بدءه، الوقت المستغرق 15 دقيقة، إذا 4:45 يكون وصل. اللهم محمد، ناقص 45 دقيقة اللي هي استغراقه في
الواجبات تكون الساعة 4 مساء، ثم حل واجباته في 15 دقيقة تكون الساعة 3:45 دقيقة. أستاذ. طيب. أستاذ. نعم. عند شوية تستعجل أبغى أروح أتغدى. عبد الرحمن خميس تبغى تطلع اطلع. والله مو قصدي اني اطلع، والله الغدا جاهز. طيب عندنا درس. راجع السؤال 3. اذا اخر مسألة رقم 4. عندنا كبسة الحين. اخر مسألة. اخر مسألة سؤال 4 بس، اخر مسألة. يقول لي راجع السؤال 3 وتحقق من اجابتك. سؤال 3 اللي حليناه قبل شوي، يعني اذا حذفنا 15 دقيقة فقط من وقت الواجبات. تمام؟ بس كيف تعرف ان اجابتك صحيحة؟ الجمع، نستعمل الجمع للتحقق، 15 دقيقة زائد 45 دقيقة زائد 15 دقيقة ساعة، و15 دقيقة لو حذفناها من الساعة 5 مساء حتكون الساعة 3:45 دقيقة. أشكركم على حضوركم، بارك الله فيكم، تقدروا تطلعوا وتتغدوا، لكن عندي واجبات راح أسجلها في الجروب. شكرا أستاذ. شكرا لكم أستاذ. نعم 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 أستاذ. ما تعرف متى أكل، متى أتغدى وأتعشى؟ متى؟ أي باكل بعد المغرب. طيب مع السلامة. مع السلامة يا بطل. ياري أستاذ. هلا.